إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم تفسير الأحلام في قناتكم النهار تيفي. طبعا تفسير الأحلام من العلوم الشريفة النبيلة التي ألف فيها العلماء وتكلم فيها العلماء وأنزل الله عز وجل فيها قرآن وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحيحة، وكان يعبر الرؤيا أو يفسرها لأصحابه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أصحابه تفسير الرؤيا. وقال صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى لهم البشرى، قال البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. طبعا ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه في هذا الباب وأن لا يخوض فيه بغير علم، وأيضا أن لا يسأل عن رؤياه كل أو كل من هب ودب، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فليفسره أو فليحكه أو يقصه على محب، وفي رواية على ناصح، وفي رواية على ذي لب، وفي رواية على عالم، يعني عالم بالرؤيا، لأنه جاء أيضا في الحديث الصحيح الرؤيا على رجل طير إذا عبرت وقعت. فينبغي على الإنسان أن يتنبه في هذه المسائل. الأمر الآخر، ينبغي أيضا أن لا يذهب بعيدا مع هذه الأحلام وهذه يعني أحاديث النفس، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أن الرؤى في الشرع الحنيف تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رؤيا من الله أو الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ورؤى هي أحاديث نفس. لذلك استفاد العلماء أو أهل العلم أن الرؤيا أو الأحلام في ديننا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الرؤيا من الله وهي بشارة كما جاء في الحديث الصحيح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. أيضا يقسم العلماء هذه الرؤيا إلى قسمين، رؤيا تقع كما رآها الإنسان أو المؤمن وهي نادرة ونادرة جدا، يعني لا تحتاج إلى تعبير ولا تفسير وإنما تقع كما رآها. والقسم الثاني هو الذي يقع فيه التعبير والتأويل، والتي تحوي في داخلها رموزا وشواهد وبعض الحشو الذي يزيله معبر الرؤيا ويسأل عن الشواهد من خارجها فيؤلف ما بين الرمز والشاهد، وبعد توفيق الله عز وجل له للمعنى الصحيح يكون قد عبرها وفسرها. القسم الثاني هو من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم من الشيطان، أو ما يسمى اليوم في دنيا الناس بالكوابيس، وهي أن يرى الإنسان يعني ما يفزعه وما يخيفه، يعني وما يفسد عليه حياته. الأمر الآخر هو حديث النفس أو ما يهم به الإنسان من رغبات وتطلعات وأماني وكل ما يهم به في حياته الدنيا هذه، يعني وينشغل به فكره وتفكيره يصبح يراه في شكل علامات مرمزة حال نومه. طبعا لذلك ينبغي على الإنسان أن يتنبه وأن يعني لا يذهب بعيدا مع هذه الأحلام، وإنما لابد أن يأخذ الحياة بقوة بأن يأتي الأسباب المشروعة في طلب مراداته ويتوكل على الله. نعم يبدو أن نعم يبدو أنه معنا اتصال. من ومن أين؟ كريمة من نمدية، أهلا وسهلا بك. أهلا يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، أهلا وسهلا. بس الشيخ عندي رؤيتين. نعم.
الرؤية الأولى منذ حوالي 3 أشهر من الصيف. روحي في بيت في بيت وأربعة أفاعي داخلة متساقة. نعم. أربعة أفاعي داخلة متساقة شوفهم يتبعوا فيا لكن مشي مبينين. مشي مبينين بلاهم يتبعوا فيا. إيه تبعوني حتى زوج واحدة أسعى كبيرة لونها أسود خرجت ومعها واحدة صغيرة. وزوج الاخرين تبعوني للشومبرا اللي دخلت فيها زعما تخبيت فيها انا. نعم. هذيك الشومبرا كانوا كي دخلت ليها لقيت معايا خالتي كانه درت خالتي ورا ظهري كاني نحمي فيهم من هذوك الافاعي. نعم. وهنا فهمت. خيرا رايت شرا كفيتي. قلتي لي هذه منذ 3 اشهر. اشهر تقريبا. ركزي معايا. حالتك الصحية وش لاباس؟ لاباس الحمد لله. طيب ما عندكش سطر في راسك يتكرر بشكل منتظم؟ منين باك جهة القفا يعني من وراء سطرك؟ يجيني خباط بزاف أنا يتزير راسي يجيني خباط معه. طيب وجهة الحوض البصن تاعك يسطر بقوة؟ إيه إيه مع الصباح. نعم. لا بشكل منتظم يعني؟ لا لا. طيب شهيتك في الماكلة وش؟ هي من قبل في ذوك الأوقات كانت ما عنديش شهية تقريبا كامل. نعم. لكن في الوقت الحالي الحمد لله. حاشاك وحاشا المتفرجين الكرام. عندك نوع قيا يجيك قيا وما ما يخرجش؟ يعني بعدها بعد ذيك الفترة كنت نرجع. كان قلبي دائما شغل داير هكا. نعم. محافظة على صلاتك؟ نعم حافظة على صلاتي. تصليها في وقتها الحمد لله. في وقتها الحمد لله. طيب عندك ورد قراءة قرآن بشكل يومي؟ أنا نقرأ دائما في الصباح وفي النهار دائما نقرأ سورة البقرة يوميا. جيد. وعلاش تقرأي سورة البقرة دائما يعني؟ سورة البقرة حب حكيت وبركة أنا قالوا لي باللي وأنا نحس كي نقرأ أنا دائما كي نشوف روحي ضايق صدري ولا خاطري واش نقرأ سورة البقرة. على اساس اني قريتها بلي هي نعم. تمنع بزاف حوايج. جاوبيني بصدق انت قريتي سوره البقره لانهم قالوا لك راها مليحه للانسان المسحوره ومعيونه صح؟ لا لا قالوا لي هي في حقيقه كنت نشكي لوحده صديقتي قالت لي بالك عندك عين. ايه وكي قالت لك هذاك الشيء بديتي تخدمي على اساس انه لا لا انا قبلها كنت نقراها بحال شيء بصفه يوميه. معليش انت في شخصيتك قلقه شويه تقلقي بالخف. ايه جيد. في شخصيتك ايضا ضخمي الامور حاجه صغيره تكبريها ولازم نفريها ولازم كذا. طيب وش يقولوا عليك في داركم يعني انسانه عصبيه ولا كالم؟ لا يقولوا لي كالم. هالي تقلقي ما كي تولي تقلقي تولي ما كيش انت كيما. طيب تحبي تخالطي الناس ولا تحبي تجبدي يعني تكوني وحدك؟ لا لا انا اجتماعيه. يعني تحبي الجماعه وتحبي الاسره وكذا. ايه. طيب ما عندكش افكار هكذا تلح عليك بشكل يعني تخمم ديما تخمي حلقه مفرغه تحسي روحك راكي مهمومه يعني؟ مهمومه يعني افكار تتكرر عليك دائما تخمي فيها لكن ما عندهاش حل يعني؟ ايه عندي مشكل مع مكتبه دائما نخمم كيفاش نلقى الحل هذا دائما خلاص الحمد لله اليوم توصلت الحل صباح الخير. سما رحلتي تهنيتي. انت متزوجه ولا شنو؟ لا كنت مخطوبه وفسخت. ايه طبعا السبب منك ولا منه كيف سختي؟ لا هي اسباب متعدده. هي اخلاقه ما عجبتنيش في الحقيقه. انا اللي فسخت واخلاقه ما عجبتنيش. بصح كيف قبلتي المره الاولى وما سالتيش على اخلاقه قبل لا تقبلي؟ والله باش نقول لك كيفاش مانيش عارف. شوفي انت السبب اسمحي لي معليش في شخصيتك في شخصيتك يعني انسانه ملوله يعني تملي بالخف. لا ما تمليش. ايه. تخدمي ولا ماكثه في البيت؟ هذا العام حصلت على منصب عمل. ايه ويعني جديد هذا العمل؟ ايه جديد. والحمد لله بديتي توالفيه؟ ايه بديت. يقولوا عليك ولفية ولا ما يقولوش؟ يقولوا عليك ولفية ولا ما يقولوش؟ ولفية؟ ما
جامي واحد قالها لي. عائلتك يعني، عائلتك وفاميلتك والانتوراج وصحباتك يعني؟ لا لا لا، يقولوا ما يقولوا عليك والو. لا لا، من واحد. ايه جيد، المهم تابعي معايا وراح نجاوبك ان شاء الله يا كريمه. من المديه، اهلا وسهلا. عندي رؤيه اخرى، معليش. خير ان شاء الله، تفضلي. نعم. قبل الخطبه، قبل بعد ما تخطبت 15 يوم، رايت انه عندي بزاف حابات يجيني على الجهه اليمنى، والخطيب اللي خطيبي جاي على الجهه اليسرى، وكان كانوا يقولوا لي شغل نسمع الحضره بزاف. بعد جاني راجل هكا ما يبليش الوجه تاعه، ما يبليش الملامح تاعه، قال لي بلي تبعي واش يقول لك قلبك، ما تبعيش هضره الناس، هضره البنات. وانت في الحقيقه صح تبعي كلام الناس ياسر؟ لا لا، في الحقيقة لا. ديري رايك. رايي حتى يقول لك راه عوج ديريه، حتى يقول لك يا ودي راه الراي هذا عوج ما يوصلكش الخير، ديريه لانك انت قررتيه. اي انا قررت. جيد، انت تشتي تقودي، تشتي صحاباتك انت اللي تقوديهم؟ لا لا. عادي. عادي بصح رايك ديما تشتي تحبي يمشي ينفذ. ما سمعتكش. رايك تحبي ينفذ ماشي. خير ان شاء الله، ابقي معايا ان شاء الله تشوفي. ان شاء الله خير، رايت شرا كفيتي والعلم عند الله. يا كريمه من المديه، انا لعلي اكثرت الاسئله او بعض الاسئله التي تخص الحاله النفسيه وحاله شخصيتك اكثر من الرؤيه، لانه في الرؤيه هذه اشياء تدل على وجود اشياء في طبيعه شخصيتك او في تكوينك ونضجك عموما يعني. لذلك ارجو ان يتنبه الجميع لهذه المساله لانها مهمه جدا. احيانا الانسان يضع افتراضات خاطئه ويريد ان يقنع غيره بهذه الافتراضات الخاطئه التي هو يعمل بها الزمن الطويل، وتصبح له قناعات، وهذا مهم جدا في أنه لا بد أن تتغير له هذه الافتراضات. ولعل الأسئلة اللي كنت نسألها يا كريمة من المدية أنه انطبع أنت في ذهنك ما قيل أو قالت أو قاله لك صويحباتك من أنه أنت راك يعني معيونة والناس يخضروا فيك وكذا، ولذلك رحت مباشرة اقتنعت بهذا الافتراض وبديت يعني تقرأي فقط البقرة. طبعا قراءة القرآن مهمة ومباركة، لكن لابد أن نعلم لماذا نقرأ القرآن وأن تكون لنا نية في قراءة القرآن، ليس فقط نقرأ هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. إذا صدقت هذه الرؤية والعلم عند الله يا كريمة من المدية، أنه فيه مس، لأنه الأفعى السوداء أو السواد عموما عند المعبرين يعبر بالجن، والعلم عند الله. يعني حاولي تحافظي على أذكار الصباح والمساء وعلى طهارتك أيضا، وأيضا أذكار الدخول قبل بيت الخلاء، قبل دخول بيت الخلاء وبعد الخروج منها، لأنها مواطن الشياطين والجن. أيضا بالنسبة للرؤية الثانية، أنت عندك نوعا ما يعرف بالشخصية التجنبية أو العنادية التجنبية، بمعنى أنه تحبي تنفردي برأيك، وتحبي أيضا ينفذ رأيك، وأيضا لديك مشكلة مهمة ينبغي أن تنبهي له، هي مسألة الشخصية التضخيمية، بمعنى أنك تضخمي المسائل، خذي الأمور ببساطة. وخاصة طبعا أنا ما حبيتش نسترسل في قضية ما بينك وبين هذا الخطيب، لأنه لا يسمع الإنسان من طرف واحد، لكن أنا عادة أركز على من اتصل، بمعنى أنه دائما الإشكال يقع أو أريد أن أعرف ما الذي يعني لماذا اتصل هذا المتصل، وبالتالي أركز أنا على الذي اتصل، الذي لم يتصل لا أدخل في الأشياء التي تخصه لأنه لم يتصل ولأننا لم نسمع منه، لكن لأني سمعت منك وأنا لدي دلائل من خلال ما سألتك وما سمعت منك، لذلك تركيزي يكون على صاحب الاتصال. ولذلك أقول أنه لديك شخصية لم تنضج بعد، يعني ما زال فيه عدم نضج كبير في تقييم القرارات وفي اتخاذ القرارات. طبعا وهذا ليس عيب، يعني الإنسان يدرب نفسه بشوي بشوي حتى يكون ناضج ويكون سليم في قراراته. وطبعا القرارات لا تتخذ هكذا، وإنما لا بد أن يستشير.
طبعا يستخير الله عز وجل ثم يستشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خاب من استخار ولا ندم من استشار. والاستشارة هذه تضيف إلى عقل الإنسان تجارب الناس ويعني خبراتهم أو خبراتهم، وهذا مفيد. لذلك يعني انتبهي، حاولي ترقي نفسك بنفسك، يعني تحافظي على أذكار الصباح والمساء، تحافظي على صلاتك، تحافظي على طهارتك، والعلم عند الله. عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من ومن أين؟ أنا يا سارة من شلف. نعم؟ سارة من شلف. سارة من شلف، أهلا بك وبأهل شلف. الشيخ بغيت نتقفيك؟ نعم. أي البارح في النوم عندي شغل، هذا كان واحد باغيني مثاني خي. إيه؟ كان باغيني. إيه؟ وموك شغل اللي قالت لي لا كامل، هي في النوم كل خطرة راني نشوفه. شوف كي شغل المنصبها ديرت لي السؤال وانا نقول لها على كي ديرت لي هذا السؤال علاه. نعم. صار لي دائما شغل كل ما نشوفها في النار نشوفها هي ديرت لي السؤال وانا نروح ليها نبدا نوضح نقول لها عدت لي هكا عدت لي هذا ويقول لي صاي شوفي شوفي مشيتي مع ربعك مع نعم هذا مكان. عندي فان واحد اخر. نعم. عندي خالي ميت الله يرحمه. الله يرحمه. دائما يشوفوا في المنام، دائما يشوفوا في المنام يخرج لي في المنام وانا هربه منه وخرج لي في المنام دائما. ايه تحبيه بزاف خالك هذا الله يرحمه. ايه نحبه بزاف، عنده 6 سنين ملي مات دائما يشوفه في المنام. نعم. ايه شوفي يا ساره، انت تقراي؟ ايه نقرا. وش من سنه كي تقراي؟ انا نقرا في التكليف المهني كنيسه سيبيريا. شحال في عمرك الان الله يبارك؟ عندي 22 سنة. اي انت مشكاكة عندك الشك، يعني ديما يقول لك صحاباتك راكي تشكي. ما شكش قليل من ذاك يمكن يمشي بشيء. طيب انت نرجع للرؤية، مسألة يمات الطفل هذا اللي قلتي يبقي خطبك ولا ما خطبكش؟ هو جاء قال علي لما انا في دارنا وبعدك شغلية ما كانت في دارية، يعني جاء للدار وهي ما بغاتش. إيه يعني مقارب. يعني تخطبتي وتفسخت ولا ما تخطبتيش اصلا؟ يعني ما تخطبش، هو جزا ما قالوا كي عرفت بلي هو راهو باغيني انا ما قبلتلوش. ايه وانت طبعا درتي في بالك بلي راها كي ما قبلتلوش زعما شغل راهي هو كي راهو هو فاميلتي ومتربيه انا متربيه معاه، كي راهو يجي عندنا مش تخليه يجي عندنا. فاميلتك يعني؟ فاميلتي كي راهو يجي عندنا هو شغل الدرك الوطني في الجيش. ايه وكل ما يجي لدارهم يجي عندنا حنايا كما كان نقبل. هي ما تبغيش تعيط وتقول الروح ما تقعدش في الماء وتخاف عليه وتحسب زعماك. حنا نقولوها لها. ايه. والمشكل هذا مازال قائم يعني، مازلت انت ثاني تبغيه. يعني هو يبغيني ولا نبغيه؟ يقول لي صراحة زعماك. انا خليني منه ونهضر عليك انت. انا ايه. طيب من كثرة تبغيه دائما تخمي فيه. ايه على نعم خلاص ما لا تبعي معايا ان شاء الله يا اخي. ايه ورايح ونجاوبك باذن الله، تبعي معايا خير ان شاء الله. خير الله. نعم اقول لساره مشلف ان هذه ليست رؤية وليست برؤية ولا تعبر، وهذا يسمى حديث النفس، وهو الشوق الذي يجده الإنسان في نفسه. يعني لما تكون له نوع محبة لشخص، وبخاصة إذا كان هذه المحبة طامعة من ورائها بالوصل والزواج، فإنه تشتد محبته كما ذكر العلماء، فيصبح متعلق القلب، وهذا التعلق يكثر من خلاله في التفكير، وهذا التفكير كما قال الشعراء يخط الشوق شخصك في ضميري على بعد التزاور منك خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما بعدت لم تظفر بنوري. فتتشكل بهذا الشوق وهذا التفكير كثير من الصور أو العلامات المرمزة التي تخرج فيما بعد ذلك في شكل أحلام أو شكل علامات مرمزة من العقل الباطن أو اللاوعي أو اللاشعور، ثم يراها لما ينام هذا الرقيب، يراها الإنسان حال نومه. لماذا؟ حتى يحدث ذلك التوازن في نفسه. طبعا هذا الأمر تكلمت عنه المدرسة
النفسية أو ما يعرف بمدرسة التحليل النفسي فرويد ويونغ ولاكان، ولذلك قال لاكان تعتبر الأحلام حياة ثانية للإنسان، لذلك هذا لا يعد أيضا الأمر الرؤية الثانية أو الحلم الثاني هو أيضا حديث نفس يعني، فكل هذا لا يعبر والعلم عند الله. نعم يعني الوقت يداهمنا أيها المشاهدين الكرام، لم يبقى معي إلا أن أشكركم على طيب المشاهدة وحسن الإصغاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. مع كوكاكولا ميني ريتمي حياتك.